اليوم قررت انا وديسار نسوي معاكم مكرونه ترند. يلا نشوف ديسار. يلا سلام. عندنا اول شيء مسلوق الكزبره، فلفل اسود، بابريكا، فلفل حلو. عندنا المكرونه اللي هي برفيتو، وعندنا اللي هي الجبنه هذه بتكون في الاخير طبعا، وعندنا معجون الطماطم، عندنا حبه بصل مع حبه ثوم، وهنا الملح. يلا نشوف. هنا نحط البصل طبعا، نقلبه لين ما ياخذ اللون البرونز. هنا نضيف المويه، ملعقه صغيره كمون، ملعقه صغيره فلفل اسود، على خفيف بابريكا. دحين قيس الملح يا معلم على خفيف برضو. وهنا نخليها حول العشرة دقائق او الثمانية دقائق عبال ما تتبربر، بعدين نضيف عليها الجبنة السائلة اخر شيء. وهنا يا معلم ملعقة جبنة سائلة كبيرة، ملعقة ثانية، وهنا يا معلم قلب بس شيك لي هنا على اللون. افتح يا سمس يا لبي، شيك لي هنا على اللون يا معلم. ويني وجع، نعمل لها شوية برمي يا معلم يا لبي. هنا ديسار بيشيك على الطعم. كيف ديسار؟ والله حماسي؟ عجيب الدواقة. هنا جاهز الطرمجة، يلا نعيش التجربة. وهنا يا معلم نعيش التجربة وبالعافية علينا أنا وديسار. سلام ديس. هنا ديسار أول لقمة. يا لبي، كيف ديسار؟ عجيب الطرمجة. يا لبي، يلا نعيش أول لقمة. والله الطعم حماسي أسطوري يا معلم. وهنا واضحة معاكم. سلام يا معلم. ريت بارد ينعنش. كيف يا دودي؟ سلام بيس.